مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم. كل عام وحضراتكم بالف خير. ما زلنا مع حضراتكم في تغطيتنا المستمره عبر موقع وتلفزيون اليوم السابع، بنرصد لحضراتكم فرحه المصريين والخروج واجواء عيد الاضحى المبارك في كل مكان في ربوع هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا. ايام مفترقه بنرصد لحضراتكم فرحه المصريين وخروج يعني المصريين في الشوارع والمنتزهات والحدائق العامة، ونرصد لحضراتكم فرحة المصريين خلال الأيام المباركة، أيام أو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. زي ما حضراتكم تابعين معنا في الشاشة، هناك إقبال كثيف من المواطنين على الخروج إلى الحدائق العامة والمنتزهات، ونرصده لحضراتكم عبر موقع وتلفزيون اليوم السابع. زي ما حضراتكم تابعين معنا في الشاشة، أجواء يعني مفرحة، بهجة وسرور وسط الحضور، وسط المواطنين، وسط الأطفال، الجميع هنا في حالة من السرور والسعادة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. زي ما حضراتكم متابعين معنا في الشاشة مشاهدينا الكرام، يعني حالة من التواجد للمواطنين داخل المنتزهات والحدائق العامة، الجميع هنا خرج في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك للخروج وأجواء الفرح والسعادة والبهجة على وشوش المصريين. أيام مفترقة لدى جميع المسلمين في كل بقاع الأرض، يعني أيام عظيمة، الجميع هنا يحتفل بثاني أيام عيد الأضحى المبارك. بنرصد لحضراتكم فرحة وتواجد المصريين داخل المنتزهات والحدائق العامة من داخل محافظة الدقهلية. زي ما قلنا لحضراتكم متواجدين معاكم من داخل محافظة الدقهلية، بنرصد لحضراتكم يعني مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، يعني تحديدا ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. الجميع خرج وهناك حالة من التكدس داخل الحدائق الأكوا المنتزهات العامة، تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين يعني مجانا. موضح أمام حضراتكم في الشاشة، يعني الحدائق والمنتزهات تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. يعني الحدائق العامة والمنتزهات تفتح أبوابها في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حالة من التواجد وكثافة من المواطنين على الحدائق والمنتزهات العامة داخل محافظة الدقهلية. يعني زي ما موضح أمام حضراتكم في الشاشة، تواجد كبير لدى المواطنين داخل الحدائق العامة والمنتزهات في جميع مدن محافظة الدقهلية، وهناك حالة من الفرح والسرور وخروج المواطنين للاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك داخل الحدائق والمنتزهات العامة في كل مدن ومحافظات الجمهورية. حالة من السعادة، يعني عيد مختلف، أيام مفترقة بنرصدها لحضراتكم وفرحة من المصريين، الجميع في حالة سرور وبهجة، خرجوا للاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك داخل الحدائق والمنتزهات العامة. بنرصد لحضراتكم عبر موقع وتلفزيون اليوم السابع، يعني حركة المواطنين وخروج المواطنين وكثافة وزحام داخل الحدائق والمنتزهات لقضاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك داخل مدن محافظة الدقهلية. يعني بنرصد لحضراتكم حالة من السرور والبهجة على وشوش المصريين عيد الأضحى، يعني هذا العام بشكل مختلف بعد خروج المواطنين وقضائهم ل ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أيام
مفترجه ايام يعني تملاها السرور والبهجه والسعاده داخل الوطن. الجميع هنا يحتفل وخروج المواطنين للاحتفال بايام عيد الاضحى المبارك، تحديدا ثاني ايام عيد الاضحى المبارك. الجميع توجه للحدائق والمنتزهات العامه للخروج والسعاده والفرح داخل المنتزهات وقضاء ثاني ايام عيد الاضحى المبارك. هو يروح له الساعة كام؟ يروح له الساعة كام؟ في حاجة؟ صور انت في حاجة؟ زي ما حضراتكم متابعين معنا في الشاشة مشاهدينا الكرام، يعني تواجد المواطنين داخل الحدائق والمنتزهات العامة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وخروج أعداد كبيرة من المواطنين للاحتفال وتبادل التهاني والتبركات خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. بنرصد لحضراتكم عبر موقع تلفزيون اليوم السابع فرحة المصريين وخروجهم للتوجه للمنتزهات والحدائق العامة داخل محافظة الدقهلية، حالة من السرور والسعادة تعم المواطنين داخل محافظة الدقهلية. كل عام وحضراتكم بخير، كل عام والشعب المصري بخير وسلام، كل عام والأمة الإسلامية دايما بخير وسلام. بنرصد لحضراتكم احتفال المصريين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك من داخل مدن محافظة الدقهلية، وتكدس وزحام شديد داخل الحدائق والمنتزهات العامة. بنرصد لحضراتكم عبر موقع وتلفزيون اليوم السابع واحتفالات المصريين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أيام مفترقة، أيام تملأها خير وسعادة وبركة. حالة من السعادة والسرور وإقبال كثيف من المواطنين داخل الحدائق العامة والمنتزهات، بنرصدها لحضراتكم عبر موقع وتلفزيون اليوم السابع وتواجد المواطنين داخل المنتزهات والحدائق العامة بمدن محافظة الدقهلية. بنرصد لحضراتكم كافة التفاصيل والكواليس لخروج المصريين للاحتفال بتاني أيام عيد الأضحى المبارك في حالة من السرور والبهجة والسعادة داخل المدن بمحافظة الدقهلية. يعني ايضا موضح امام حضراتكم في الشاشة خروج الى الشوارع العامة واحتفال المصريين داخل الشوارع وحالة من الزحام الشديد بسبب خروج اعداد كبيرة من المواطنين للاحتفال بعيد الاضحى المبارك ثاني ايام عيد الاضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بخير، يعني حالة من السرور والبهجة تعم الشوارع داخل مدن محافظة الدقهلية. بنرصدها لحضراتكم عبر موقع تلفزيون اليوم السابع. الجميع خرج للاحتفال بثاني ايام عيد الاضحى المبارك. بنرصده لحضراتكم يعني عبر موقع وتلفزيون اليوم السابع وحالة من السرور والفرح داخل مدن محافظة الدقهلية في ثاني ايام عيد الاضحى المبارك. قلبي قلبي على قلبي. Thank you.
أعياد المسلمين دائما ما يملأها الفرح والسرور. بنرصد حضراتكم الآن احتفالات المسلمين والمصريين تحديدا داخل الشوارع ومحافظة آلية، الميادين العامة والحدائق والمنتزهات العامة تمتلئ جماعة بالمواطنين للاحتفال في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. بنرصد حضراتكم من شوارع محافظة الدقهلية وخروج المواطنين للاحتفال بتاني أيام عيد الأضحى المبارك. زي ما موضح أمام حضراتكم في الشاشة، يعني الحدائق العامة والمنتزهات والميادين يعني حالة من السعادة، وخروج المصريين للاحتفال بتاني أيام عيد الأضحى المبارك. بنرصده لحضراتكم عبر موقع وتلفزيون اليوم السابع من مدن محافظة الدقهلية. حالة من السعادة والسرور على وجوه المصريين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. الجميع هنا خرج للاحتفال بالأيام المباركة، يعني حالة من السرور والبهجة بنرصدها لحضراتكم عبر موقع وتلفزيون اليوم السابع. كل عام وحضراتكم بألف خير، كل عام ومصر آمنة وبسلام، كل عام والأمة الإسلامية بخير وسلام. يعني أيام مفترقة، الجميع يحتفل بعيد الأضحى المبارك. يعني رصدنا لحضراتكم مشاهد وأجواء الاحتفالات، احتفالات المصريين والخروج إلى الحدائق والمنتزهات العامة عبر موقع وتلفزيون اليوم السابع. بنشكر حضراتكم على المتابعة. كنت معكم من داخل محافظة الدقهلية محمد الحبشي.